FM. الكلمة ليك. اليوم 23 رمضان واليوم اليوم الوطني لهواة التهور والمجازفة واللعب بالنار والزج بحياة المواطنين الأبرياء في إختر. مانيش نهول ومانيش نزيد في الكلام ولا نعطي في أوصاف في غير محلها، أما باش نجمو نفسرو، موظف دولة سائق حافلة تابعة لشركة نقل عمومية يحط ولاد صغير يسوق في الكار وهي معبية بالناس اللي ماشية تقضي شوران. إي نعم، هذا صار في تونس وتحديدا في صفاقس، وشفنا فيديو دارت برشا على الفيسبوك وين نحيي المواطنين اللي قاعدين يفضحوا في كل ما هو تجاوز في هالبلاد. من جهة أخرى نلقاو في المترو في تونس العاصمة مواطنة كورية مقيمة في تونس يتحرشوا بها في المترو، وهذا تصريح مقتضب لها. تستعملين النقل العمومي أم لا؟ ركبت في لواج مرة كثيرة. لواج سبا مترو وفاكر أظن ليس جيد. يوجد كثير من الشباب التحرش تقصد انت. جربت انت ركبتي المترو؟ مترو ثلاث مرات، ولكن بعد لا اريد ان اركب في مترو. النقل العمومي قلنا ما زلنا منش متطورين كيما يلزم، اما وصلنا للشط يا معلم. وكيما شفت الناس الكل خبر مؤلم اللي تنشر بكثرة على الفيسبوك واللي فيه رجل ومرته يضربهم مسيد متعدي بالكواد يفيس ويبرطع في الشط في قمة التهور وكأنه في ملك الوالد، وما منجر عنه وفاة الزوجة ورجلها اللي في الانعاش، وزعمة اش ما زلنا باش نشوفه في المستقبل. انا يظهر لي ماشيين في ثنية غلطة ياسر، ولكن يبقى تراب تونس غالي علينا ياسر. زين تم بالكدي وليدي، حط هذه بيك وشمه باللي ريحه شيء عبد الرؤوف، ريحه لارز باي وليدي، هذيك ريحه جدو لارز ما تتقاسش بالفلوس وليدي، ريحتها غالي. شمها وليدي وشوف هذيك نكت النار، روحي عجاله وانت تقتل روحك عجال الارض والتراب، ريحتها فاوحه باي. خل نمشي انا باي. وين تمشي عبد الرؤوف؟ نبيع طرفه لارز ناخذ كونفيرس. جيب لي معاك صباط عبد الرؤوف، اكلم السهل من قدام هذاك مذبب وليدي. حاضر ابا. لك جيب لي بذومه مريول خلعه عبد الرؤوف. حاضر ابا. الارض غاليه وليدي. غاليه باي. شبيك عبد الرؤوف؟ عكشت باي. تشقلب عبد الرؤوف، تشقلب. القريف 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 الصنديكه القريف. الأرض غالية وتشري كونفيرس، أما فما ناس عندهم مخاخ بريحة الكونفيرس وما عندهم وين يدور الريح. ونتفاجئوا بخبر يتداول برش على الفيسبوك، المواطن عربي يطلق مرته لسبب تافه يتمثل في كونها نسيت ما فيقتوش للسحور. ده عالم صايع يا رب. هزينا من الكبي والأحزان وطلقوا كذا ونحكيوا على أعلام البوس والتعنيق. ايا صحه شربتكم جمله. لا لا بالحق مش مفدلك في الاعلام التونسي، عندنا شكون يخلص على البوس. كل مره تنصب مدام تبو جوست نعرفو انا كجيت لبلاصتك متقلق جهه كامل، هو فنانه هو يبوس يبوس ياسر يقول له منا نقول جملتي نقول له منا راجل يبوس تجيب الفلوس خلي يبوس يخلص يبوس هذاك راجل شهريه هذاك مش عايش كيما انا. مانيش حاسد نوم في الورتاني ربي زيرو، ولكن انا بيت بركة في التفتح والتفاهم عنا كيا في نساء تونس. التصريح هذا لقى رواج كبير على الفيسبوك وشفنا برشا تعليقات بالناس تقول عندها حق وحريه شخصيه وثقه، وفما سخريه وناس اخرين عبروا على استغرابهم. اما بالنسبه ليا مادام فلوس حلال كل امراه حره في رجلها، وبالنسبه للنساء المغيرات ردوا بالكم تخليوا رجلكم يخدموا في التلفزه. كل واحد يخلي باله من مغاليبه. ولكن الحاجة الباهية اللي اكتشفنا انه نساء تونس اقل برشا غيرة من نساء الاوروب، وتفاجأنا بابليكاسيون دور يقول اللي مجموعة من الفنادق عملت سيباغاسيون بين نساء الروس والاوروبيات في جرة الغيرة بيناتهم الاثنين مع بعضهم. مناش دوا هنا كلوا هيت فهالو. يا حسرة كي كانت كل دولة في حالها وبأسرارها، توا الكسكسي في تركيا والزغاريد في تونس، وبرشا تفاعل من مستعملي الفيسبوك مع الاتفاقية المبرمة بين تركيا والكيان الصهيوني، والتفاعلات كانت أغلبها تذمر وسخط على القرار كيما هكا، وجابوا برشا حاجات قديمة خرجوها. هنيئا لتركيا، هنيئا لحزب العدالة والتنمية، هنيئا لأصدقائنا وهنيئا لأنفسنا، والله غالب على أمره لكن أكثر الناس لا يعلمون.
هنيئا الأصدقاء سيدنا الشيخ خماني هم منهم بالضبط. ختاما استاتيو المأثور لليوم تطبيع تركيا مع الكيان الصهيوني يدخل في إطار سياسة أمير المؤمنين أردوغان في الدعوة إلى الله باش يدخل الكيان الصهيوني للإسلام من كتاب ذي رشودة على القدس رايحين باب الدعوة الصفحة 69. ماستر من الأول بتيتها ماستر. وكان هذا كل شيء في الأكتيف فيسبوك. عدد حمد العساوي والتقديم لرامي مكلين. لو كان فاتتكم حاجة تلقوها فيديو على الباش فيسبوك باش راديو كابا فهم. خليوا جيم وبرتاج ومشاهدة طيبة للجميع. كابا فهم الكلمة ليك.